إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن في أي سورة هذه الآية؟ الأحزاب. اليوم رأينا بأم أعيننا الحفاظ على هذا النشء، والنشء إنما استلمنا أمانة من الأسلاف ومن الآباء ومن الأجداد، لا بد وأن نسلمها لهم، وإن أعظم تسليم لهذه الأمانة أن نربيهم على الأخلاق والقيم والمثل، وأن نغرس فيهم القرآن الكريم، وأن نغرس فيهم العلوم العلم والعلوم، وأن نعلمهم كيف يكونون رجالا يحافظون على وطنهم، يحافظون على دينهم، يحافظون على مقومات أمتهم.